أربيكي أندر تكرير قريتي يم زاكر صحاب حفظه الله تعالى أبكي سامنے بشكريكي وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن وبيّن لنا الدلائل والبيان وعلمنا تفسير الآيات منها آيات محكمات هن أم الكتاب وفضلنا على العالمين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الشاعر كلام الملوك ملوك الكلام أيها الشركاء في الحفلة المباركة العظيمة وأيها الإخوة الكرام إن محمد بخصائص وفضائل كثيرة منها القرآن الكريم هي من كتب السماوية هي محفوظة من التبدل والريب لأن الله تعالى قال في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلى الله عليه وسلم من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف وعلموا يا عباد الله والذي يتعلم القران ويحفظه ويقرا القران من الصباح والمساء وهو ماحر وللماهر القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتك ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة وللذي ليس هو ماهر في تلاوة القرآن الكريم له وجران مرتان كما قال محمد العربي الامين: والذي يقرأ القران ويتدعته فيه وهو عليه شاق له وجران. تفكروا وتدبروا واسمعوا واحفظوا هذا القران هي كلام الله وللرجل الذي يقرأ القران في اول النهار واخر النهار في الصباح والمساء في البيت والمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيًا ليسهابي. هي معناه الذي يحب مع القرآن لا يدخلون في النار بل هو في رحمة الله تعالى ويدخلون في جنات النعيم المقيم الدائم. وفي آخر كلامه يدعو الله تعالى أن نقرأ القرآن في آناء الليل وآناء النهار. ونقدمه في حياة كله آمين يا رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جن